المقاومة حتى النصر هو الشعار الذي رفعته قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية العدوان التركي وفصائله الإرهابية، وحتى الآن في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس. المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أوضح في بيان إن الفصائل الإرهابية التابعة للعدو التركي شنت هجوما عنيفا بالأسلحة الثقيلة على قرى تل محمد، عزيزية، جميلية، محمودية طويلة، بريف الزركان، بالإضافة إلى البلدة نفسها، فيما تصدت قسد للهجمات مما أدى لنشوب معارك عنيفة نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الفصائل الإرهابية، كما تم تدمير مدرعة وإصابة أخرى. وهاجمت الفصائل الإرهابية قرية الأربعين فردت قسد عليهم، ما أسفرت عن مقتل 7 عناصر من الإرهابيين وجرح 4 آخرين. كما أحبطت قسد محاولة تسلل للعدو على قريتي سباطية الأولى وحويشة على بعد 10 كيلومترات من ناحية تل تمر. وفي منطقة عين عيسى هاجم الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية قرية العريضة وخربة فارس وأبو ظهور، فتصدت لهم قسد وأفشلت الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 إرهابيين وتدمير سيارة عسكرية وآلية أخرى. وفي السياق، انفجرت سيارة على الطريق العام لقرية حج سطوف المحتلة التابعة لبلدة غندور شمالي منبج، ما أدى لمقتل 3 عناصر من الفصائل الإرهابية. كما أقدم إرهابيون يتبعون للعدو التركي على محاولة تسلل إلى نقاط مجلس منبج العسكري القريبة من قريتي جات والتوخار شمال شرق المدينة، فتصدت لهم قوات المجلس وألحقت بهم ضربات موجعة أجبرتهم على الفرار. كما قتل إرهابيان على يد قوات المجلس بعد الهجوم على قرى آهلة بالسكان المدنيين.